السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أخواني شركاء النجاح. احنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في الجزء الثاني من المحاضرة 33 التي هي بعنوان كيفية إعداد حقيبة تدريبية، كيفية إعداد والتصميم حقيبة تدريبية من الصفر بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الاحتراف. طبعا يوم أمس كانت المقدمة وكلمناكم على إيش إن شاء الله هناخذ اليوم في معكم المحور الثاني أو الجزء الثاني من المحاضرة 33، وهي يعني بعنوان أنواع الحقائب التدريبية. طبعا أنا يا شباب ما حدخل لكم في تفاصيل ومادة علمية بحتة ومدري إيش وعقد عليك الأمور، لا، أنا باخذ لك الأمور بكل بساطتها بحيث أنك تستوعب معي وأجيب لك اللي أنت فعلا تحتاجه. يعني ما حدخل لك في تفاصيل ولا حدخل لك في تعقيدات ومدري إيش ودورات كبيرة جدا لا 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 لا، والله إني حبسط لك الأمور يعني أبسط مما أنت تتخيل، وحجيب لك الشيء اللي أنت فعلا تريده لو تريد فعلا أنك تصبح مدرب إن شاء الله. طبعا هذه تعتبر المحاضرة لوحدها 33 بجميع أجزائها هي أساسية من أساسيات كيف تكون مدرب محترف. أوكي، ممكن هذه الدورة إن شاء الله أني أقدمها لكم مستقبلا، بس الآن قد أنا يعني بدأت أأسسك فيها أخي الكريم الله يسعدك. فشوفوا أنا الآن جهزت لكم 4 أنواع من أنواع الحقائب التدريبية، 4 أنواع من أنواع الحقائب التدريبية، وفي هنالك أنواع مختلفة، بس أنا قلت لك حجيب لك اللي أنت تحتاجه وبشكل فوق ما تتخيل مبسط جدا. يلا خلينا نبدأ معك إن شاء الله. أولا أنواع الحقيبة التدريبية، حنبدأ أولا الحقيبة الأولى، حقيبة تدريبية نصية صوتية فقط، يعني نص وصوت. كيف؟ حجيب لك الآن مثال. مثلا شوفوا أنا مجهز لكم يا شباب الله يسعدكم، مجهز لكم هكذا على عجالة وبشكل سريع جدا، هذه مثال لها. قلنا النوع الأول حقيبة نصية، هذا نص فقط، نص وصوت، نص وصوت، نص وصوت. فمثلا أنا هنا جهزت لكم هكذا كمثال بشكل سريع جدا، محاضرة تدريبية صوتية نصية فقط. يعني التعريف مثلا هذه المحاضرة عنوانها أول شيء تبدأ الحقيبة بالعنوان، هذا إن شاء الله حنتعرف عليه بإذن الله سبحانه وتعالى يوم غدا أو في الجزء الثالث، ما هي مكونات الحقيبة التدريبية. بس الآن أنا بوريك إيش معنى نصية صوتية، يعني في معك نص وفي معك صوت، نص صوت، نص صوت، ما فيها صور ولا فيها أي حاجة مرئية فقط. هذه متى تستخدم؟ متى نستخدم هذه الحقيبة؟ نستخدمها في المتابعة للأعضاء الجدد على الخاص. إذا متى نستخدمها؟ للمتابعة للجدد على يعني، أو مثلا عندي استقبال الشخص مباشرة، ما أبدأ أرسل له صور ولا شيء وحاجة هكذا، لا لا، أبدأ يكون في معي له أرسل له مثلا عنوان نصي وبعدين بعد التسجيل صوتي، وبشرط أن التسجيل الصوتي لا يزيد عن 3 دقائق، هذا هو الأفضل أخي الكريم. يعني في علم النفس أو في علم الأرقام عندما يلاحظ العضو الجديد أو المستمع أو المتلقي أن الرقم هذا يعني رقم وقت التسجيل الصوتي إذا كان أكثر من 3 دقائق ما بيستمع له، وربما يستمع لبدايته وبعدين ما عاد يستمع يكمل معك. أوكي أخي الكريم، فهذا النوع الأول من أنواع الحقائب التدريبية اللي هي النصية الصوتية. أوكي، تكون بهذا الشكل مثلا، شوف أنا جبت لك مثال صوتيات ونصية بس. طيب النوع الثاني، النوع الثاني حقيبة تدريبية صوتية نصية زائد شرائح، يعني نفس هذه بس زدنا ضفنا لها الشرائح، عرض تقديمي. أوكي، طبعا هذه الحقيبة يا شباب تستخدم متى؟ على الواتساب، البرنامج اللي من خلاله احنا اصلا يعني بنستخدمها الله يسعدكم، البرنامج بنستخدمها على الواتساب. فمثلا نصية صوتية خليني اجيب لك هذه، مثلا انا مجهز هنا محاضرة، هذه نص ومعنى هنا مرئي ومعنى هنا صوتيات. اذا هذا النوع الثاني من انواع الحقيبة التدريبية، يكون عندك عرض تقديمي بحيث انك يعني تغذي التنوع البصري لدى الشخص المستمع لديك. فهذا النوع الثاني نصية بصرية وسمعية، يعني تطرقنا ل3 أنواع، النص أوكي بحيث أنه في شخصية سبحان الله تحب أنها يعني فقط تقرأ قراءة، أوكي في نفس اللحظة مرئية في معنى هنا تصميم، وكذلك سمعية يعني في معنى هنا تسجيلات صوتية. هذه مثال عليها، هذه مثلا محاضرة تعريفية على سبيل المثال. أوكي يا شباب، نصية صوتية سمعية، إذا هذا النوع الثاني من أنواع الحقائب التدريبية. جميل جدا. طيب النوع الثالث يا شباب ويا أخوات الله يسعدكم، وهو حقيبة تدريبية مرئية، نفس الحقيبة اللي الآن أنا قاعد أسويها لك. لو دخلنا الآن على اليوتيوب حقيبة تدريبية مرئية، يعني أغلبها بتكون عبارة عن فيديو. الحقيبة التدريبية المرئية هي عبارة عن مقاطع فيديو. فمثلا أنا مجهز لكم هنا، لو جينا نسحب على القناة كل هذه حقائب تدريبية، مثلا قائمة تشغيل اللي هو تعلمك كيف تحرك النص، هذه تعتبر حقيبة لوحدها، تعلمك كيف تصمم حالات للمنتجات نفسها، هذه هي حقيبة تدريبية كاملة، كيف تصمم شعار حقيبة تدريبية كاملة، كورس التصميم لوحده حقيبة تدريبية كاملة يعتبر. إذا هذه حقيبة تدريبية مرئية معناتها فيديوهات تقدمها، أوكي تكون على قناتك، على صفحتك، على أي منصة أنت الآن بتستخدمها. إذا هذا النوع الثالث اللي هو حقيبة تدريبية مرئية، أغلبها مرئية. هي صح تكون سمعية، موجود فيها السمع، موجود فيها لأنه صوت أنت بتتكلم، وكذلك بتعمل لهم عرض شرائح. البعض يسمي هذا النوع يا شباب حقيبة تدريبية مزيجية. أوكي، حقيبة تدريبية يعني ممزوجة، مزج، تمزج لك السمع مع البصر ومع النصوص في نفس اللحظة. أوكي، طيب في معنى الحقيبة الرابعة وهي الأهم واللي الأغلب منكم بيبحث عليها، حقيبة تدريبية عرض تقديمي. كيف أنه مثلا هذه تستخدم في البث المباشر. إذا قلنا الحقيبة التدريبية النصية الصوتية فقط تستخدم على الواتساب. الحقيبة التدريبية الصوتية نصية زائد شرائح اللي هي عروض مثلا هكذا صور جاهزة كاملة، تستخدم كذلك على الواتساب وعلى التليجرام. أوكي، طيب في معنى حقائب تدريبية مرئية تستخدم على الفيسبوك، تستخدم على اليوتيوب، تستخدم على أي شيء، حتى على التيك توك، على الانستغرام ممكن إنك تستخدمها. أوكي، كذلك في معنى الحقيبة، حتى مثلا حقيبة تدريبية صوتية نصية الشرائح هذه ما ينفع إنك تستخدمها على الانستغرام، ينفع بس بتكون مرئية مزيجية بشكل يعني مقارب لهذا النوع. ما أريد إني أشتتك، خليك معي خطوة خطوة. حقيبة تدريبية عرض تقديمي، هذه هي الأهم، اللي نستخدمها في البث المباشر، اللي نستخدمها في اللقاءات، اللي نستخدمها في التدريبات. مثلا أنا عندي لقاء، عندي محاضرة وأريد إني أظهر بمظهر لائق، وفعلا إذا أنت ما غذيت التناغم البصري لدى القارئ أو لدى الشخص المستمع أو لدى الشخص المتدرب لديك، ما حيستمر معك إلى نهاية اللقاء ولا حيستمر معك إلى نهاية المحاضرة. قد ربما يشعر بملل، قد ربما تشوفه إنه فقط مجرد صوت. وكم يا لقاءات إحنا بنعملها فقط مجرد صوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدري إيش، وما في حرف تقديمي أمام الشخص يطلع عليه. هنا بيحس بالملل، بالنوم، يشعر بالنعاس، يغادر من اللقاء اللي أنت قاعد تعمله. علشان كذا لو تريد فعلا إنك تكون مؤثر احترافي، اختر النوع المناسب للمكان المناسب. أنت الآن وين حتقدم الحقيبة؟ ما هي القناة اللي من خلالها حتقدم حقيبتك التدريبية؟ هل هي عبر الواتساب تعتبر قناة من خلالها أنك توصل الحقيبة التدريبية تبعك؟ ما هي الطريقة اللي أنت حتستخدمها؟ مثلا أنا حستخدم عرض تقديمي، خلص العرض التقديمي بستخدمها في البث المباشر. أوكي شباب، الله يسعدكم. يلا خلوني أوريكم النوع الرابع والأخير. وفي معنى هنالك البعض حيقول لك حقيبة تدريبية تفاعلية، يعني تستخدم فيها التفاعل. فمثلا هذه حقيبة يا شباب عرض تقديمي أنا مجهزة على البرنامج كانفا، وهذا اللي حشرحها لكم إن شاء الله، وحعلمك كيف تصمم مثله باحترافية. يعني ولا تقلق، ما حتخرج من هذا المحاضرة 33 إلا وأنت يعني عارف لأنواع الحقائب التدريبية، فاهم كيف تقدم الحقيبة التدريبية بكل بساطة. طيب خلوه بس يفتح معنا يا شباب. طيب هو الآن فتح معنا، أنا بضغط هنا على أساس إني أعمل لنا عرض بملء الشاشة. بهذه الطريقة تكون عندكم إن شاء الله واضحة. إذا هذه يا شباب لو ضغطت في منتصف الشاشة حيختفي الزر اللي تحت، هذه هي حقيبة تدريبية يعني عرض تقديمي. حتتعلم إن شاء الله في هذه المحاضرة كيف تصمم، يعني في اليوم على ما أعتقد اليوم الكم، لحظة بس أشوف لكم اليوم متى تصميم الحقيبة التدريبية. حعلمك إن شاء الله تصميم الحقيبة التدريبية في اليوم يعني في الجزء الخامس إن شاء الله. حتتعلم كيف تصمم نفس هذا التصميم بكل بساطة. طبعا أنا صممتها على شكل سريع جدا، أنت إن شاء الله حتحترف أكثر مني. فمثلا لو جينا نسحب هنا هنلاحظها، شوف في حاجات متحركة، شوف كيف بيتحرك النص. حتتعلم إن شاء الله كيف تصمم نفس هذا، يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. مثلا ركز معيها، في معك هنا الرسومات المتحركة كيف تضيفها إلى حقيبتك التدريبية أو إلى العرض التقديمي، وتعرضه مثلا شوفها كيف يتحرك بكل بساطة، حتى الشخص اللي بيلاحظ معك ينبهر من الأداء اللي أنت بتقدمه. أوكي شباب، حتتعلموا إن شاء الله. مثلا شوف كيف حيتحرك، حتلاحظها. يا سلام، إيش الجمال هذا، والله والله جمال يا شباب ولا أروعها. في حاجات هكذا رسوم متحركة وعرض تقديمي أمام الشخص المستمع. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح، حراكم يا رفيع المراتب. انتظروا إن شاء الله في الجزئية رقم 3.